معايا على التليفون معالي المستشار الأستاذ محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، واللي كان موجود في هذه القضية وبدأ إجراءاتها منذ أول جلسة حتى آخر جلسة إلى أن صدر قرار مركز التسوية والتحكيم. المستشار القانوني الأستاذ محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي. معالي المستشار، أهلا وسهلا بحضرتك، وفي ضيافة الأستاذ جمال الزهيري بيرحب بيك. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد والاستاذ جمال الزغيري. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. وعايز اقول لك حكم تاريخي بالنسبه للكره المصريه، بينصف النادي الاهلي في موقفه القانوني واعلاء المصلحه العامه اللي كان النادي الاهلي بياكد على هذا الموضوع في هذا القرار. كواليس هذا الموضوع وهذا الحكم ومنطوق الحكم كمان، انا بالنسبه لي مش القيمه الماليه، انا بالنسبه لي المنطوق تاريخي بالنسبه للكره المصريه يا استاذ محمد. المبدا القانوني يعني. بالطبع طبعا زي ما حضرتك اشرت استاذ جمال الزغيري ان قيمه هذا الحكم ليس في القيمه الماليه، انما في المبدا في حد ذاته، ان هذا الحكم الصادر اليوم طبعا اكد على صحه موقف النادي الاهلي، وايضا اكد او جاء في اسبابه ان اتحاد الكره لم يطلع بمسؤوليته تجاه النادي الاهلي، ولم يقم بوضع جدول منضبط للمسابقه من بدايتها وحتى نهايتها، وأنه كان يعلم مسبقا بالارتباطات الدولية، وأن هناك قصور فيما يخص إدارة المسابقة وعدم إنهاء الدوري قبل 30/6، وأن كل هذه الأسباب أصابت النادي الأهلي بأضرار مادية، ومن ثم كان الحكم القاضي اليوم بتعويض النادي الأهلي بهذه القيمة التي أصدرتها هيئة التحكيم. تمام. طيب، عدد من الجلسات ناقش فيها مركز التسوية النادي الأهلي في كل هذه الموضوعات، واعتقد الاتحاد كان طرف في هذا الموضوع خلال جلسات سابقه يا استاذ محمد. بالطبع هي القضيه مقامه ضد اتحاد الكره بالاساس، والاهلي طلب تعويضه عن الاضرار التي اصابته من جراء اضطراب المسابقه وعدم انضباطها وصدور قرارات متضاربه، لدرجه ان النادي الاهلي كان بيلعب مباريات الفاصل بينها 72 ساعه، بالاضافه ايضا لاضرار تسويقيه وانهاء مسابقة 97 دون إخسار النادي، مما ترتب كل هذا أدى إلى إصابة النادي الأهلي بأضرار مادية. الحكم دوت هو الحكم الأول من نوعه، وأيضا زي ما قلت لحضرتك ليس في القيمة المالية طبعا، إنما في المبدأ الذي أرساه هذا الحكم، أن هناك خطأ وهناك تضارب وهناك سوء إدارة من الاتحاد السابق، ومن هنا جت فكره تعويض النادي الاهلي. شيء يحسب كمان للاداره القانونيه ولحضرتك انكم اثبتوا بالدليل القاطع ان الاجنده الافريقيه والعربيه والمواعيد الرسميه لمواعيد القيد الافريقي كلها لم تاتي مفاجاه زي ما قيل وقتها معلنه، ان هي كانت ظروف استثنائيه. لا بالعكس، كلها كانت معلنه وما كانتش مفاجاه للاتحاد المصري لكره القدم يا استاذ محمد. بالطبع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب كان لديه إصرار على حفظ حقوق النادي وإثبات أن هناك أخطاء وقعت وأضرار أيضا ألمت بالنادي الأهلي، من بينها أن القيد الأفريقي المفروض ثلاث مراحل بتبدأ في 1/7 ل 10/7، دي المرحلة الأولى بدون غرامات، المرحلة الثانية من 10/7 ل 20/7 بغرامة بسيطة أو محدودة، المرحلة الثالثة اللي هي بتبدأ من 20 ل 31/7 دي بغرامات، بغرامة على كل لاعب، ودي المرحلة اللي احنا أيدنا فيها، ومن ثم ان عدم انهاء الدوري في 30/6 ترتب عليه أضرار أيضا أصابت النادي الأهلي فيما يخص القيد الأفريقي، لأن أصبح الوقت ضيق تقريبا، المفروض يتعمل في شهر اتعمل في 72 ساعة. صح. تحديد محمد بيه، تحديد المبلغ اللي هو التعويض اللي هو 150,000 بيبقى على اساس ايه حضرتك؟ يعني المفروض ان هو يبقى اكتر. ان الهيئه اولا يا استاذ جمال هذا الحكم حكم ابتدائي، واحنا هنبحث طبعا الطعن على الاستئناف، والمبلغ مرشح للزياده. ما انا بقول لانه مع احترامي للحكم طبعا، انما انا شايف انه ال 150,000 دول قليلين جدا بالنسبه لحجم الخساير اللي تعرضت ليها ميزانيه النادي الاهلي. اكيد 100%. بالطبع المبلغ قد يكون زهيد بعض الشيء، لكن في اضرار كتيره عشان تحدد قيمتها بشكل قاطع بيتعذر اثبات بعضها، زي مثلا الخسائر التسويقيه اللي حضرتك اللي احنا ممكن نبقى تعرضنا ليها،
زي ممكن ان حضرتك تبيع لاعب في فتره ضيقه جدا بالثمن اقل من قيمته الحقيقيه. طبعا بعض هذه الاضرار اللي تعرض لها النادي الاهلي كان اثباتها بشكل قانوني معتبر في نوع من الصعوبه. مبدا قانوني مهم، بس في مبدا انه هيتم الطعن على المبلغ، مش كده ولا مش وارد؟ اكيد هيكون يعني في اتجاه عند حضرتك او عند المجلس ان هو يقدم طعن على المبلغ او يطالب بزيادته، ولا مفيش اتجاه؟ الو، نتوقع ان المبلغ في الاستئناف الامور هتبقى مختلفه. الاستئناف هو ارسى مبدا. تمام. مبدا ان النادي الاهلي متمسك بحقوقه. تمام. وبيدافع عنها بالطرق طبعا القانونيه. تمام. وايضا انه ايضا ده اول حكم يصدر بهذا المعنى. اكيد. معالي المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.